جميل أبو عقلة، صبية تنام في جدائل النخيل. يعني هي قصة طبعا مدهشة، يعني الكتابات المدرسة الشعرية الحديثة تأثيراتها واضحة، والشعر جزل. ويمكن قلت انت انك بتنفر من الفكرة بتاعت المناسبات، عشان كده القصيدة عبرت عن حالتك بشكل ممتاز جدا. نحن شاكرين لأنه أهديتنا نص يعني مبدع وفيه رؤى وصور جميلة جدا من شكرا. أبو عاقلة، والشعر الفصيح والمدرسة الشعرية الحديثة لمحمد سر الخدم القادم من مدينة عطبرة. مرحب بك مرة ثانية، وأكيد يعني بديت بداية يعني مبكرة، حابين نتعرف على البدايات بتاعتك وكيف اكتشفت التفاصيل الشعرية في نفسك. والله بدأت أشتغل من فترة قديمة شديد، يعني كنت في الثانوي العالي، وكان الفترة بتاعة الامتحانات بتاعة الشهادة غاربت الامتحانات. كنت كتبت واصف حالتي في الفترة دي، قلت بانت بواكير الحصاد وانا زرعي ما قام واستوى، جفت ينابيع المياه كل البذور شال الهوى. دي كلها كانت بفكرة دي الامتحانات. في فترة الامتحانات، نعم. يعني وضحت الحالة بتاعتي بحالة المزارع. المزارع جفت ينابيع المياه كل البذور شال الهوى. نعم. وبعد ذاك جيت في فترة الجامعة، كانت البداية الحقيقية بمقطع صغير بقول فيه: وبعدك زاد عذاب الشجون، بدونك كيف حياتي تكون، بحبك حبي لك مجنون، حبي يتجاوز القانون، عفة ورقة نبي حنون، ولوحة وفيها أحلى فنون، وينظر لها كل الكون وتخضع لها ألف عيون، وابقى العاشق المفتون عيش في ديرك امضي، وابقى العاشق المفتون عيش في حبك امضي قرون. جميل. ودي كلها كانت ثم انتقلت الى في العام 98، كنت في الجامعة، نعم. كتبت اول قصيدة كانت البداية الجادة لأشعاري، هي قصيدة أزيل الستار. نعم. وبعد ذاك كتبت في فترة الجامعة عدة دواوين، منها ديوان لأنك أماني، نعم. وكتبت ديوان يا انت يا مدهوش، وكتبت ديوان نبع الاغاني، وكتبت ديوان يا رايع، وقمت هاجرت طبعا لمصر ولليبيا وكتبت فيه، وهجرتي الاخيره كان لقطر وكتبت فيها ديوان بالفصحى اللي هو الف شكرا يا خيالي. عدت الى السودان وكتبت ديوان انا المظلوم. عندي 6 دواوين شعريه وكتابين بتاع مقالات، واحد اسمه مملكة الكتاب وواحد اسمه فن المقالات الساحر. نعم. بالنسبة للمقالات شاركت، كان في جريدة الشرق القطرية نشرت لي مقال بعنوان الحب رسالة الزمان وروح المكان، وكتبت مقالات في جريدة آخر لحظة واليوم التالي نعم. في السودان هنا. نعم. يعني مارست الكتابة الصحفية و مارست الكتابة الصحفية وأنا بكتب، يعني قطع أدبية ثقافية اجتماعية نعم بعيدا عن السياسة والرياضة. نعم بعيدا عن تعبيرك عن حالتك في المرحلة الثانوية وتشبيهها بالمزارع، أي. نسمع شنو من سر الخادم، محمد سر الخادم؟ نسمع قصيدة الحزن والألم. نعم. الحزن آلام الحياة ووحدتي، غدرا يحاصر دنيتي، لكنني في وحدتي نسج البيان طريقه حلما بديعا جنتي، نلت المكارم في العلوم لأنها كنز المواهب حرفتي، وصنعت للزهر الجميل وجوده في روضتي، أنا شاعر عاش الخيال حياته في واقع الأيام كوني حسرتي، وأغيم الإنسان في إحساسه ولكم أزتني عزتي، وأروم أسعد للجميلة قصة كتبت بعمق وصايتي، لا أرغم الحسناء غصد مدائني إن كان شوقي قاتلي في لوعتي، إن اختلافي قد يكون مصيبتي لكنه لغة التميز حنكتي، خاطبت نجمات السماء وعزها والأرض لا تدري معالم روعتي، وهبت وجود الحسن في استقبالها ليت الجمال يكون عندي ورغتي، لأسطر الإحساس مكتوب الوصال شعورنا أحكي عميق محبتي، الحب عندي في الزهور تنوعا قانون عمقي صاغ لي حريتي، قد نلت بالبركات كنز حمايتي وعرفت في الأسرار معنى حصانتي،
البؤس يملأ ظاهرا في حياة نفسي بينا لكنما أخفي علو سعادتي. إني لغات الحسن في إبداعها لكن سطر وجودها ما عانق الإحساس عمقي كلمتي. ليتني أغوص على الجمال لأنه أفكار كامل رحلتي. ليت الجميلة تدري كنز وجودها وتطل زينة لوحتي كي أرسم الأعماق عند وصالها لغة تزيل عن المشاعر كربتي. كي أرسم الأعماق عند وصالها لغة تزيل عن المشاعر كربتي. نعم. قصيدة الحزن والألم في ديوان ألف شكرا يا خيال. نعم شكرا محبة سر الختم. ويعني بهذه المناسبة والكتابة باللغة الفصيحة أستاذ أبو عاقلة، يعني بصفتك أستاذ للغة العربية، يعني هناك حديث أنه الشعراء أو الشباب هجروا فكرة الكتابة باللغة الفصيحة، يعني هل هذا استسهال للكتابة؟ في تقديري أن الكتابة بالفصحى والنظم الفصيح لا زال بخير وبعافية. نعم. أعرف مجموعة مقدرة من الشباب الموهوبين يكتبون شعر الفصحى بكل تياراته، يكتبون القصيدة العمودية بصور وأخيلة جديدة، ينظمون وفق شعر مرسل، شعر تفعيلة، وبعضهم يكتب القصيدة النثرية ويجرب، يمارس التجريب. الكتابة بالفصحى عندي ليست خصما على العامية، العامية لغتنا، لغة أهلنا، لغة هذا الوطن الحبيب، العاميات عموما، لكن أنا هنا أخص العامية السودانية وهي الأقرب إلى الفصحى. النظم بالفصحى ليس خصما على العامية، الفصحى ليست في تضاد مع العامية، العامية لها إرثها وتاريخها الزاهر، لها قامات من شعرائها الأماجد الذين ينظمون أروع الأشعار. الفيصل هو التجويد، الفيصل هو التجويد وأن تبدع. ليست القضية عندي أن تكتب بالعامية أو بالفصحى وحتى بالفصحى أو شعر، ليست القضية عندي أن تكتب شعرا عموديا أو أن تكتب شعرا حرا تفعيليا أو أن تكتب قصيدة نثرية. هذه أشكال فنية وهذه أجناس إبداعية تتجاور. القضية عندي الإبداع، وهذا سؤال قديم قدم التاريخ. لا بد أن يكون للقصيدة قصة، يعني نحن نستمتع دائما، يعني أحيانا نستمع للشعر ونجده يعبر عنا بكل المعاني. أنوار، يعني حديث يعني أنصف التفاصيل والكتابات بالعامية، والفيصل دائما هو إجادة الكتابة بالعامية وخلق مواضيع شعرية جديدة، خصوصا أنه أنتوا شباب الآن أتيحت وسائل يعني مختلفة في كتابات نشر إلكتروني، في منتديات شعرية أنتوا بتشاركوا فيها، في كتابات برضو في الصحف، ويمكن النشر الإلكتروني ساهم أنه تقدروا تلقوا منافس. فحدثينا عن ما أضافه النشر الإلكتروني لأنوار والمنتديات الإلكترونية كذلك، تفضل. والله يعني يمكن تقولي علاقتي بالمنتديات على أرض الواقع أكثر من النشر الإلكتروني، يعني الواتساب والجروبات ما يعني بخص كأقرأ، لكن ما قاعد أنشر كثير صراحة عبر الفيسبوك أو كذا، يعني حتى لو نشرت ممكن بداية النص كذا وأوري إنه ده نص جديد أو كذا، أو أكون عايزة أعرف رأي زول ممكن أرسل لزول في الخاص، يعني زول أنا عارفة إنه هو زول سبقني بالتجربة وكذا، أسأله رأيك شنو في الحاجة دي أو كذا، لكن كنشر كذا ما قاعد أنشر صراحة يعني في الجروبات الخاصة. لكن على أرض الواقع هو زي ما قلت لك كانت عندنا جمعية، عملنا منتديات فادتني كثير يعني صراحة. نعم. المربعات يعني هل هو اعتماد يعني أساسي لأن أنت حتكتب مربعات، ولا في قصائد تانية؟ والله أنا بكتب نصوص بدو، يلا حكاية الرباعيات دي أنا زولة تربيت ما بين بادية وريف يعني، فبقول لك الشاعر هو ابن بيئته، فأنا يعني حسب ما نشأت في الريف وفي البادية
فالحاجة دي طغت علي يعني وأثرت في كتاباتي حتى. فما هي ما توجه ولا أنت بتكون قاصد إنك أنت أنا مثلا أكتب في الدوبيت أو أنا أكتب في النصوص، لكن هي بتجي كذا وراها يعني. فأنت بتعبر. نعم. قدرت يعني تشاركي في منتديات في منطقتك؟ والله في المنطقة لا، يا هو بس في الجامعة في منتدى، كان عندنا منتدى في مركز شباب مندرمان، بالإضافة للجمعية كان عندنا منتدى داخل الجامعة قايمين به نحن كبنات في الكلية اسمه النيل والليل، كان كل خميس ده قبل نتخرج يعني. ده كان على ضفاف النيل؟ والله هو كان داخل الكلية، لكن طبعا الشاعر بتعاون مع إحساس وليس مع الألفاظ يعني. نعم. كنا مسمينه النيل والليل يعني. نعم. نسمع مربعات يا أنوار. طيب أنا حابة أسمعكم، هي موقف طريف كان مرة علي وأنا راجعة من الجامعة. فلاقيت بعمتي هي بتقرا في جامعة السودان في موقف اسمه الجرافة، وانت ماشي على الريف الشمالي، فلاقيتها سلمت عليها، كانت معاها صاحبتها، والزمن خلاص اتأخر ونحن ساكنين بعيد يعني في سروراب في الريف الشمالي. فقمت يعني انا بتكلم بعفوية ما بعرف اللون من صوتها وكذا، فقمت قلت لها يا منى ريحك الشمس غابت. البيت اللي معاها بقت تضحك يعني، قلت لها وب علي من العرب، فانا قمت ردت لها برباعيات، فبقول لها قالت وب علي من العرب يا منى، بقول لها أنا شاكرة ليكي وليكي تب ممنونة، لو دارة تعرف العرب تصفحي معون عنه مسأل الصحراء وجبال كرري وكالة سونا. وهي بتضحك علي قالت علي عربية، بقول لها أضحكي قرقري يا أخي زيدي شوية طالما إني مسلم وفي النسب حمدية، تضحك هزاي والله ما همية وريفية وبد عرب وأنا بجهارة بقولها، وبتناسى ممتنة في المعزة يصولة، إن قلت الكرم تلقيه فيه الأولى، وإن قلت العفافة ياهو أصلا هولة، وتضحك وتنتني وقالت علينا عربشن، بقول لي المثل كت هاي فينا ما تتغشن صحيح، جسمنا غبش ويدينا أيضا خشن إلا بسندنا الواقعة، ولدموع الحياة رب قشن صحيح، جسمنا غبش ويدينا أيضا خشن إلا بسندنا الواقعة، ولدموع الحياة رب قشن إلا بسندنا الواقعة. يا سلام عليك. وانت وريتي النص ده؟ والله للأسف ما قدرت ألاقيها تاني عشان أوريها النص، لكن إن شاء الله بصليها إن شاء الله. لأني ناوية على كده. تسلم يا أنوار. يعني أنوار البيه بشك يعني، يعني شوف لو حتة بس الناس فيها. إن شاء الله دائما يعني موفقة في كتاباتك وموضوعاتك، وقادرة تعبر عن نفسك بشكل جميل وتوضح يعني ثقافتك وما أنت عليه. أستاذة محمد حاج أحمد، ليك ديوان حابين برضو نتعرف عليه ومدى انتشاره وفكرة النقد فيما يخص الدواوين الصادرة من الشعراء؟ والله أنا عندي أكثر من 5 دواوين. نعم. أيوة. وما هي الديوان بتاع مشروع الحلة ده آخر ديوان. نعم. وفي هسه في ديوان في المراجعة وفي الإناء إن شاء الله. والدواوين دي بالمناسبة يعني بتبرز الإنسان أكثر، يعني بتكون مقتنيات للناس، الناس بيحافظوا عليها ويخطوها، فدي بتديك دفعة يعني بأنك أنت تحاول أنك حتى أنك تغارن ديوانك ده بدواوين الناس اللي قبلك. نعم. لازم. فالإنسان لازم يكون إنسان مطلع وإنسان مواكب في المنتديات الشعرية وفي الأشياء زي دي، ولا بد أنك يعني تستعين بالناس الأكبر منك. نعم. مش أكبر منك في الشعر وفي الهناية، في الناس لهم خبرة تجربة. أيوة. احنا قعدنا مع فطاحله يعني كانوا في الادب وفي البتاع، الاستاذ مصطفى سند، الاستاذ حديد السراج ربنا يرحمه كان فاتح بيته ويعني بيوريك الصح من الغلط، وبيجوا شعراء يعني كانوا بيجوا ناس التجاني حاج موسى وبيجوا ناس التجاني ربنا يفتح عليهم، ساعدنا كثير في بداياتنا يعني. نعم. اول ديوان صدر لك 200؟ اول ديوان كان سنه 95. نعم. ديوان كان اسمه سنين الحب. سنين الحب. اي طبعا ديوان مليان حب كله. نعم. مليء بالعواطف. جميل. ايوه. كتبت برطانة الدناقلة. كثيرة. نعم. نعم. فنحن طبعا انت قلت حسب رؤيتك انه الرطانة اذا تم تفسيرها بتتخرب يعني. أيوة. لكن نحن ما عندنا مشكلة انه نسمع وتدينا لمحة من معاني القصيدة. تحية لكل أهلنا في شمال السودان. أول حاجة بحيي أهلي النوبة كلهم. لا. مش الضناقلة، المحس سكوتيين والحلفاويين وهن الضناقلة. نعم. فبنكتب وغنوا لي يعني أغاني الأستاذ عادل أمين، غنوا لنا قصيدة الضنقلة
وهسا أنا عندي قصيدة للسودان عامة لبيت السودان يعني زي ما بيقول. نعم تفضل. بيقول أيوه سودان برو، أيوه سودان برو، كنت تبكين ولا نوكين ولا سايكين ولا بانكين وحبيب القررو أرقدت تاهم ملة تيجي ولا نوكين تنباقر سكرو وحبيب النباقر النباقة مكرو تنعسل قرقان يداغو تنحلاوة تنشا داغو تربو بلقص حمليمون اللي قدر شو قداغو نبر نسي قدت بولقي النانشي تيغو شو قداغو وحبيب النباقر النباقة مكرو انحنان قر اورداغو مالتنا ترتكرو ارقد تاهين هلرو انو قدر سر سكرو أيوه سودان برو كنت تبكين ولا نوكين ولا سايكين ولا بانكين وحبيب القررو جمت ايغو الطارك جميرو جمت ايغو القررو تنجيل كنرتون ايغانو لين اربوك تيغو قونشيرو دس كنون كاشبول تنيرس كرسوندرو وقونسو قربيتش تيغو اربوبي مالغو اوورو وكديرو قونشرو النقل قربكرو تنو صوت السن تيرو تن باقر شكرو دسنيكين قررو تن باري تيغو جنجرو تن سيمون تن سيم قرمشك داغو ودي تيغو جلرو انت مال الشرط بوغو تن قررتون كالكرو جنجنطر وحبيبا عند كيل قرد كيرو أرقد تاهين هلرو أن نغيدير سر سكرو أرمال سودان قدولو أنقلوم تور سكرو أيوه سودان برو كنت تيبكين ولا نوكين ولا سايكين ولا باينكين وحبيب القررو وحبيب القررو. جميل طبعا، يعني نحاسين في السودان لكن لابد من فهم والله طبعا الكلمات. الحكايه كلها بتجي بنت السودان. نعم يعني بنت السودان طبعا يعني لها صفات الخاصه ولها حاجات المعروف بها يعني طبعا. نعم ارقد تاهن يعني بنت السودان لما انتج علينا ولا او مشت النباقر سكروا يعني بنمشي وراها كلنا نتبع بوداننا بنتبعها. نعم وعشان كنت نحن همنا عقابنا زي ما بيقولوا. نعم. الواحد هم العقابه وبرضه ماشي وراك. ونحن يعني ضقنا عسل البلد دي وحلاوة البلد، وهي من جمالها ومن سماحتها ما بتستحمل السخانة الحجير. نحن زافلناها ودنا على الضل. كويس؟ دي معتقة بموية الذهب. ونحن بموية الذهب بنغسل بنغسل شنو؟ قلوبنا. نانشي معناتها القلب، انشي برطانتنا اللي هو القلب. نعم. طيب وحبيب النباقر النباكر مكر يعني في وراك نحن خلينا ذاته عقابنا وحاجاتنا الوردي زي ما قلتها. نعم. وبعدين احنا زارعين الحنان. وزارعين الحنان وين؟ فوق الجدول. وبرضو هي لو جاية علينا احنا بنرجع لي ورا. نعم. ما بنقدر نمشي لقدام، هي جاية علينا كده ما بنقدر نمشي عليها، بنرجع لي ورا. نعم. طويس؟ كلنا بنقعد بندق في الطار. نعم. كويس؟ ونقعد نفرح بالأشياء اللي احنا بنعمل فيها دي. ومن جمالك انت مولع نار الله زي ما بيقولوا. نعم. ونحن بنتدسى عشان ما نشوف. جميل. جميل. لأنه لو نحن ظهرنا انت بتغير ملامحك. نعم. لكن احنا بندسى بورا اي حاجه ولا بتنضب ولا اي. نعم. حاجه انت بتجي ماشى. نعم تحيه بنات السودان يعني كلهم عبر القصيده الجميله، ويعني نحن نعتبرها في اطار العاطفه تجاه. أيوة. المراه السودانيه. المراه السودانيه عامه. نعم عامه. أيوة. وذكر محاسنها. أيوة. واشياء الجميله. وانا بحيي اهلنا. نعم. في البنغلة العجوز. نعم تحيه لك كمان. يعني معليش بذكر فيها بعض الغرى. نعم. نحن طبعا زي 11 غريه
المنطقة مضنقل العجوز دي عشان الناس تعرف ذاتها. نعم. 11 غرية. نعم. اللي هي تبدأ بناوة. ناوة دي طبعا مشهورة بسحاحير. ناوة مش هم السحاحير. نعم. دي الناس سحر. نعم. لو سمحتوا قصة سيدنا موسى مع السحرة. نعم. دي هالمنطقة ذاتها منطقة ناوة دي. نعم. تجي منطقة أمنتجو. أمنتجو دي كعاصمة. وبعد ذلك بتجي منطقة عرب حاج وكدوكول والمقودة. الغدار دي طبعا دي هضنقل العجوز ذاتها. نعم. الغدار. نعم. اللي هي كانت فيها المسيحية وفيها أول مسجد في السودان والأشياء دي كلها في المنطقة دي. جميل. وبنجي لطي كحياط زي السليم. حوض لطي قسم واحد قسم اثنين ثلاثة قسم أربعة كده يعني. جميل. فدي منطقة دنقلة العجوز. من دنقلة مباشرة من الشاعر محمد حاج أحمد لابن عطبرة وكلنا ماشي في اتجاه خطانين. نعم. حاب سر الختم يعني ليك يعني تجربة في الغربة، يمكن مشيت ليبيا ومشيت جمهورية مصر العربية، وأكيد الغربة يعني أضافت لك حاجات وخلتك يعني يمكن تلقى مساحات للكتابة. الغربة دي ما بتخليك تكتب كثير في يعني غريبة. مصر بلد جميلة وكتبت فيها قصيدة اسمها قاهرتي. نعم. ولما مشيت في ليبيا كنت ساكن قريب من البحر الأبيض في قريب من الميناء بتاع طرابلس. نعم. كتبت قصيدة أمواج البحر، لكن الغريبة إنه لما مشيت قطر كتبت أكثر. كتبت أكثر. أي كتبت. في شنو أكثر يعني في قطر خلاك تكتب أكثر في زمن ما مشغول كثير؟ والله بس في الفترة دي كنت يعني عندي تجليات عظيمة كده. نعم. جميل. في إلهام كان في قطر. في إلهام شديد. نعم. جميل. كتبت ديواني ألف شكرا يا خيالي. نعم. يعني الغربة حتى كتبت قصائد، كنت بكتب قصائد باللحن، يعني يكون عندي لحن معين بقوم بكتب باللحن ده قصيدة. وسجلتها في فلاش والفلاش ضاع. يعني في زول غنى ليك قبل كده؟ والله أنا عندي ديوان كامل بالقصائد الغنائية. يعني ممكن متاح لأنه ممكن الناس ممكن أسمعكم قصيدة غنائية. نعم اتفضل. قالت لي يعني قصة كده عم بلسان فتاة يعني. نعم. وفيها حوار كده. جميل. قالت لي أنا مت وسويت للأمان كفن، ضاعت كل أحاسيسي وكل الليل بقضي محن، ويا ريت كان حفظ قلبي وفي عينيك لقيت لي وطن، وطن للريدة والأحلام لعشقا في فؤادي سكن، ونزلت من خدود دموع وغطى ألغ جمالها حزن، زمان ناديت بإخلاص وبقلب النغو مؤمن إنه الحب يكون شعار، وجد دنيا الزواج أحسن، وسرحت في زمن غدار، وكيف أنا قلبي لها يحن، ناس باعتنا شان خاينين، وكان معنى الأمان ممكن، وصارت قبلة للضالين، وتاهت في مآسي الظن، أخيرا ليكي ألف وداع، قصائد والشعور من فن. جميل. دي كانت في قطر. لا دي قصائد غنائية كتبتها في السودان. في السودان. متاح انه انت تدي يعني جزء من الشباب انه يغنوا لك؟ اي متاح. انا عندي في عدد كبير من القصائد الغنائية، اكثر من 20 قصيدة غنائية، عندي مدايح نبوية برضه. نعم. المدايح النبوية يعني ممكن تكون عددها بسيط زي 6 كده. نعم. لكن القصائد الغنائية دي اكثر من 20 قصيدة غنائية. نعم. يمكن في دواوين يعني لانك اماني، يا انتي، يا انت يا مدهوش، يا انت يا مدهوش، يا رائعة، وألف شكر يا خيالي. أيه. لكن ما قدرت تطبع هذه الدواوين. ما لأنه أنا طبعا بعيد من المركز، ساكن في عطبرة، والظروف الحياة ما ساعدتني في أنه شنو أطبع. أيه. نعم. لكن أتمنى بعد هذا البرنامج يعني أنه تتاح لي الفرصة في أنه. نعم. أطبع. يعني نتمنى ذلك. يعني مجهود لستة دواوين وعدد. أيه. من المدائح كثافة من الإنتاج. نعم. وشح في التوزيع. نعم. شح في التوزيع والطباعة. في أيدي طبعا دائما مشاكل الكتاب والمثقفين اللي هي دائما متعلقة بتفاصيل النشر والناشرين، ودائما نحن بنتمنى يا أبو عقل إنه يعني ثقافة النشر دي تنتشر أكثر من كده، وتكون ما مربوطة يعني بحركة المال، لأنه المثقف ده يعني ما زول يعني عنده قروش كثيرة كده عشان يكون متفرغ للمسائل دي. أبو عقل لو عندك يعني دواوين يعني برضو قدرت توصلهم للنور وطبعتهم، ويمكن الترابيل وفار التنور
ولغة القرآن واضحة يعني في كتاباتك، ودي دائما اللغة العربية مصادرها يعني بتكون واحدة، القرآن ودواوين الشعرية ومصادر الشعر يعني بكل أنواعه ومدارسه. كلمنا عن الدواوين دي. نشرت وفارة النور والطرابيل في الشعر. في النقد الأدبي نشرت مع الأخوين الباحثين الناقد عماد محمد بابكر والناقد أسامة جسير من علي البروف، وهي تجربة أيضا في كتابة النقد الأدبي. لي مجموعة من الدواوين أرجو أن ترى النور قريبا، النجوم لميقاتها وعام رمادة ومجموعة شعرية أخرى. جميل. جربت تكتب بالعامية؟ جربت النظم بالعامية، ولكن أنا أعتبر نفسي أنا أؤمن بالتخصصية. كتبت زمن اللقاء الأول، برجاك في أول شيء، يا حلوة العينين، مجدولة الخصلات، مبروكة الطلة، منحوتة الأصداف، راجيك لبكرة، لرشة المطرة، ريحة الدعاش في القاش، نازل على الحلة، حامل رسائل الشوق، نزلت هبوب الرزاز بشوقنة تتبلى، جايك والغيمة، مشتاق لك الطلة، زمن اللقاء الأول، برجاك في أول شيء، ومقيلنا في شنبات شنبات بجنب النيل. نعم. وفيها تداخل أصوات الفات الفات وفي ذيله. نعم. وفيها من اللغة المحكية الجميلة. نعم. عندنا في السودان. نعم. لكن كما قلت أنا أؤمن بتخصصية، وأؤمن أنك إذا لم تستطع أن تتجاوز ما هو سائد في الكتابة فالناس ليست بحاجة للمقرور. الناس بحاجة إلى التجديد وبحاجة إلى الإبداع الحقيقي. نعم. سؤال يعني ممكن العاطفة مادة دسمة يعني وأقرب لروح الإنسان، ياريت لو نتشارك كلنا في المحور ده. هناك يعني من يتحدث عن أنه في سن معين يعني الرجل الشاعر يعني بيجيف عن تفاصيل الكتابة فيما يخص العاطفة والمشاعر والحاجات دي، ويمكن أستاذنا محمد حاج أحمد جبيل يتكلم عن أنه في التسعينات كان في ديوان مليء بالعاطفة، فيمكن ده مدخل عشان نقدر ندلل على المحور ده ونشوف رأي كل زول. نبدأ بك أنت لأنه جبيل كان تعليقك في نفس الاتجاه بتاعنا، في سن معين الشاعر بيجيف فيه من أنه يكتب غزل وعاطفة وحاجات زي دي؟ والله يا أخي طبعا السن المبكر زي ما بيقولوا. نعم. أنت لما تكون يعني في مقبل عمرك يعني نعم. يعني بتحاول أنك تلملم أشياء كثيرة وتجود فيها، دي فيها شوية كده إبراز عضلات وإبراز ريدة كده، ده توري الناس أنك أنت ما سهل، أنت برضك يعني ممكن تكون حاجة مهم في الحتة دي. لكن تقدم السن ما عنده علاقة بفكرة المجتمع. لا لا لا، وفي ناس كل ما يتقدموا في السن كتاباتهم بتتجود أكثر، بيكون أخذ خبرة. أيوة. جميل. أيوة. أنوار، بالنسبة للمرأة، المرأة دي عاطفتها أصلاً ما بتنضب يعني. طبعاً ده ما اتهام للرجل، لكن الرجل بيكون أكثر عملانية في حياته وفي حاجاته. تفضلي. والله أنا بالنسبة لشعر العاطفة دي أنا نشأت في بيئة ريفية يعني، فناس زي ما أقول شوية كده صعبين، حتى يعني أنت لو كتبت في حاجة زي دي فممكن يعني تأخذ عليك، مستحيل أنك تقرأ لأمك أو أبوك، تقرأ لصاحباتك أو كده يعني. فكان فداخرت صراحة شديد في كتابتي يعني، كنت بكتب دوبيت حماس، لكن العاطفة دي يعني في مراحل أخيرة حتى يعني في نموذج أكيد طبعا. نعم. نسمع إجابة أبو عاقلة فيما يخص العمر الكتابة في العاطفة. تفضل. السن ليست لها علاقة في الآداب والفنون عموما. نعم. طرفة ابن الرابعة والعشرين قال قولته ومضى، وزهير الشيخ المسن نظم حولياته وسجل التاريخ أحرفه من نور. نعم.
لكن نعم البواكير قد تكون أكثر اعتقادا جذوة العاطفة والوجدان، لكن عندما يتقدم العمر بالشاعر فإن نضجه الفنية يزداد، ملامح التجربة والخبرة في الفن تتضح وتصقل أكثر. في أيامي الأخيرة كنا نجلس إلى أستاذنا الشاعر الراحل مصطفى سند، في أيامي الأخيرة كان يكتب في عاطفة، في مثل هذه العاطفة الجياشة المنتخدة، للقادمين عيون ريحي فاستتري، فإن عرفك يغنيني عن النظر، قد جئت أحمل أوراق الهوى كتبا وأحمل النيل ذا الجنات والثمر، لو لم يكن مستهاما نيل عزتنا ما كان يحتاج عنفا ساعة الخطر، إني رأيتك بالعين التي سمعت، إني رأيتك بالعين التي سمعت، فما أجلك بين السمع والبصر. يا سلام، جميل. إذن ما في علاقة ما بين العمر خصوصا للرجل، هي منابع إحساس يعني، وإنت بالترجمة. نعم، في عمر معين بتكون أنت في ثورة من العواطف وبتكون كتاباتك جياشة يعني بالعواطف. نعم. وعندما يتقدم العمر لا تغف عن العاطفة. نعم. الشاعر يظل يكتب عن العاطفة إلى أن يواريه الزر. نعم. عطبر أثرت عليك في مسألة العواطف دي ولا برضو البيئة لها تأثير؟ أنا والله متنقل يعني، عشت في مناطق كثيرة، عشت في مدني وفي الخرطوم وفي بورسودان وفي عطبر وفي كل المناطق اللي زرتها دي كتبتها. نعم، عندك مشاعر كثيرة في العواطف. جميل. أنا قلت الحب عندي في الزهور تنوعا قانون عمق صاغ لحرية. يا سلام، جميل. نحن طبعا حنختم يعني المساحات وختام عن المشاعر وكيف تترجم في شكل قصائد، ويمكن أنوار قالت البيئة أثرت عليها وبدت تهتم بمسألة العاطفة في الأخير كده، فنحن نسمع لأنوار ونختم هذا اللقاء من سمحة القافية ونشوف العاطفة عند المرأة الريفية. تفضلي. طيب، هو نص بعنوان غصر الريد. بيقول: دخلت علي بالصدفة وفجأة بقيت لي كل حياتي، بقيت لي الماضي والحاضر والمستقبل الآتي، دخل من كل دخلت علي بالصدفة وفجأة بقيت لي كل حياتي، بقيت لي الماضي والحاضر والمستقبل الآتي، ملكت شعوري والإحساس، دخل من كل مساماتي ومشيت أبحث على ذاتي، لقيت ذاتك صبح ذاتي، دخلت بلا تدق الباب من غير ما أقول لك تفضل، ومن دخلت علي خطاك كل الواقع تبدل، معاها تلاشت الأحزان وجاتني سعادة تبختل، طوينا لصفحة الآلام، بسمنا لأحلى مستقبل وجبنا الخرطة عشان نبني، وكل بنيان بدور له أساس، أساس بنياننا نحن الريد، مزيج من وفا وإخلاص، جبل الثقل بنينا جدار ممتن بصدق وإحساس، ودوينا الأمان شموع وشعاع الأمل، نبراس وحنجل السلام ونقول قصر الريد تم خلاص، قصر بسيط أساس الريد، وريد من زول وزول من طين، وإلا متين وما بنداس، هو قصر بسيط أساس الريد، وريد من زول وزول من طين، وإلا متين. نعم، قصر متين، قصر الريدة. إن شاء الله. شكرا لك يا أنوار عثمان، شرفتينا اليوم عبر سمحة القافية ومليتينا جمال، ونتمنى إنه يعني نشاهدك في مساحات تانية ونسمعك في منتديات مختلفة، ونشوف كمان كتاباتك منشورة عبر الدواوين بإذن الله. إن شاء الله. وشكرا لك أستاذ سلافة، وشكرا لقناة مدرمان الفضائية اللي اتاحت لنا الفرصة، وإن شاء الله نكون يعني قدمنا المفيد والمثير للمشاهد الكريم. إن شاء شكرا الله. لك أنوار. أستاذنا محمد حاج أحمد، شكرا لك، شرفتنا اليوم وامتحتنا تعبير عن السودان والمحبة للوطن والاحتفاء بالمرأة السودانية. بارك الله فيكم، وربنا إن شاء الله يجعلها الغنادي إن شاء الله يعني هنا الرائدة، وأصلا هي غناء رائدة. وشكرا لأستاذنا الحسين خوجل. نعم، تسلم كثير. أبو عاقلة،
شكرا لك وكتر خيرك كثير. يعني انتقلت بينا من العامية للفصيح وعبر النصوص والكلمة، دائما ممتع عبر كتاباتك. شكرا لكم للمشاهدين الأعزاء وعبر سمح القافية، وأنا المقيم بحيث تشتجر القنا فوقي وحيث كعوبها تتكسر خلفي من الذكر الجميل أجله، ومعي من النفر العديد الأكثر، وبكل بيت من قصيدة منشد، وبكل حفل من شذات مجمر، وثر الجدود يمدني بهباته، وبمجد تلك التضحيات يذكر، ودم الشهيد مدرجا وثيابه تطوى، وفي يوم الحساب ستنشر، وأنا لسان الشعب، أنا لسان الشعب، كل بلية تأتي أحمل ثغلها وأصور، وإذا تفطر من فؤادي جانب حدبت علي قلوبه تتفطر. شكرا لدفقة القوة والإيمان عبر الكلمات القوية. محمد سر الختم، والله نشكر قناة أم درمان على سنة أتاحت لنا أول إطلالة للجماهير، ونتمنى أنه نكون قدمنا للناس يعني جزء من أعمالنا يكون عنده القبول والاستحسان، وإن شاء الله نلتقي بكم في مرات أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا كل المتابعين. ده كان مجهودنا اليوم من خلال سمحة القافية، بتأكيد حلقة أخرى وشعراء ومساحات عبر العامية والفصيح حتى نلتقي. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.